اهلا بحضراتكم معانا مره تانية في الحياه اليوم. زي ما اعترفت في بدايه الحلقه النهارده انه انا مش مخلوق اقتصادي، وان تظاهرت بفهم كل ما جاء في هذا التقرير هبقى راجل يعني كذاب. التقرير ده زي ما قلنا لحضراتكم في ما يهم اللي احنا ينفع نحاسب عليه من سبق ومن لحق واللي جاي في المستقبل، لان هو اللي في حياه المصريين والمؤشرات الاقتصاديه. ممكن تبقى البرامج والجرايد ووسائل الإعلام المختلفة بتبدأ وتابع اللي بيحصل في جامعة الأزهر، وتشوف إيه اللي بيحصل في الدستور، وتتابع المناورات السياسية المختلفة اللي احنا غرقانين في دوامتها ليل نهار. لكن في نهاية الأمر علشان نقدر نحكم على السنة اللي فاتت كان شكلها إيه بالظبط، لازم يكون معانا هذا التقرير ومعانا من أشرف على إعداده ومن ساهم فيه، وهو الدكتور أحمد النجار. بالإضافة لاتنين أنا هستأذنه إن أنا أقول اسمهم الأول، ومش هقول اسمهم، انا عايز اقول لحضراتكم بس ان التقرير اهو كويس في كل ما يخص مصر بارقامها مؤشراتها الاقتصاديه. انا بس هقول لحضراتكم انه معتمد بشكل اساسي على استاذه خريجه سنه 2009 وعلى استاذ خريج سنه 2011، كانوا ذراع يمنى مهمه في اعداد هذا التقرير، الاستاذه هند الشرباجي والاستاذ حسين سليمان. في حد ذاته دي لافتة وإشارة إيجابية، بس إيجابية ومهمة جدا وتدعو للتفاؤل، إنه يبقى فيه اتنين، واحد 2009 واحد 2011، ومن أوائل الثانوية العامة اللي البرامج بتستضيفهم كل سنة، يكون ليهم جهد في هذا الإطار، فنعرف إنه بكرة بالتأكيد أفضل من هذه اللحظات. برحب بحضرتك معانا يا فندم. أهلا بحضرتك. ينفع نختصر التقرير ده بداية إنه ده يخليني أحكم على أداء حكم عام للإخوان ولا لأ؟ بالتأكيد، يعني هو حتى في التقرير 2012 اللي هو كان صدر أثناء وجودهم وكان بيتناول بدايات أو الثلاث شهور الأولى في الحقيقة، فكان يعني مؤشرات واضحة أن لا تغيير في السياسات، نفس السياسات القديمة، بس مش يبقى نوع من يعني برضو عشان نبقى عندنا نوع من العدالة في الطرح، يعني العدالة لها علاقة بالنتائج. هم مسؤولين عن 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 ده ولا لأ؟ بالتأكيد، لأنه احنا بنتكلم مثلا في الموازنة العامة للدولة الموجودة هنا 2013-2014 أعدتها حكومة دكتور محمد مرسي أو دكتور هشام أنديل، يعني لم يعدها حتى كلوم أساسي على الحكومة التي جاءت بعد 30 يونيو إنها استمرت تعمل بهذه الموازنة على كل سوءاتها. ده على الحكومة الحالية القائمة دلوقتي. الحكومة الحالية، لكن من أعد الموازنة بكل سوءاتها أو بكل حسناتها أيا كانت هي دكتور حكومه الدكتور فكرة تحمل المسؤوليه، يعني بالضبط. في نهايه الامر فكره تحمل المسؤوليه السياسيه عن اداره هذا الشان. بالضبط. يعني اجمالا يعني كل العناصر الموجوده في الموازنه العامه للدوله اللي بتعكس السياسه الاقتصاديه العامه للدوله والسياسه الاقتصاديه الاجتماعيه، انا حتى العنوان اعاده انتاج رديء لموازنات مبارك. اعاده انتاج رديء لموازنات مبارك. بكل انحيازاتها الاجتماعيه. يعني لم يفعل دكتور محمد مرسي أي شيء فيما يتعلق بالانحيازات الاجتماعية اللي بتعكسها الموازنة العامة للدولة غير اللي كان بيعمله مبارك. يعني ببساطة الفقراء اللي هم 1.6 مليون اللي بياخدوا معاشات ضمان اجتماعي عاملين لهم 3.2 مليار جنيه، دول لما تيجي تشوف حجم الأسر قد ايه، لأن دي أسر مش أفراد، يبقى حوالي 7.5 مليون إنسان. يعني 7.5 مليون إنسان يعني نصيب كل واحد حوالي 33 جنيه في المتوسط، في حين انه الدعم المقدم للطاقه اللي بيذهب للاثرياء وللراسماليه الكبيره الاجنبيه والمحليه يصل لحوالي 75 مليار جنيه. انت بتتكلم عن 100 مليار في الموازنه، هم زادوا دلوقتي بقوا 128.5. ايوه 100 مليار من ثلاث ارباعهم على الاقل بيذهب للاثرياء والطبقه الراسماليه المحليه والاجنبيه، وكلهم بالمناسبه بقى بيبيعوا انتاجهم باعلى من الاسعار العالميه، يعني مفيش مبرر اخلاقي، في حين ان الفقراء دي موارد بلدهم. يعني الايرادات الاساسيه للموازنه العامه للدوله اللي جايه من قناه السويس، اللي جايه من النفط، من اللي جايه من الغاز، اللي المفترض ان لهم حقوق فيها. فكان من حقهم بالفعل ان يتم رفع معاش الضمان الاجتماعي بشكل لائق يكفي لان انت تقول انك بتكافح الفقر فعلا. ايه الارقام اللي اتغيرت وكان من الممكن بسياسات مختلفه انه على الاقل يقل التدهور فيها؟ يعني حجم الفقر في مصر، ما يتعلق بالبطاله، ايه الارقام اللي في 2012 كانت 10% وبعدين كان ممكن انها تبقى في النص الثاني من 2012 و2013
تبقى 11% بس، فلقيناها 13%. طيب بالظبط، يعني بالنسبه للبطاله في يناير 2011 كانت 9%. انا هاخد البيانات الرسميه كلها رغم تحفظاتي عليها كلها، ومكتوب في التقرير انه يعني عندكم تحفظات رهيبه جدا عليها. نعم، فهي كانت 9% في يناير 2011. ارتفعت في نهايه حكومتي المجلس العسكري، في نهايه حكم المجلس العسكري، لحوالي 12.6% من قوه العمل المصريه. كان هناك امل كبير بعد دكتور مرسي ما يتولى الرئاسه انه هيبقى في حاله أفضل من الاستقرار الأمني والسياسي، وكانت المؤشرات تشير إلى ذلك في البداية، حتى قام بالانقلاب على الدولة والشعب بإعلانات الدستور، ما سماه إعلانات الدستورية، اللي في الحقيقة كانت حالة من يعني مش عايز أسميها تسميات قاسية، لكن هي نفسها تشي بنفسها، أو يعني ما فعلته في مصر إنها دمرت كل بدايات الاستقرار السياسي الاجتماعي الأمني، وأثارت حالة من التوتر والاضطراب لم تنتهي إلا بعزل دكتور. وحضراتكم قايلين في التقرير إنه ده ما كانش اضطراب على المستوى الداخلي بس، ولكن على مستوى الاستثمار وعلى مستوى نظرة رؤوس الأموال، علاقاتك الدولية، يعني علاقاتك الدولية في السياحة، في الاستثمار، في كل شيء. فارتفع البطالة بدل ما تنخفض ل 13.2% في مارس 2013، ومع نهاية عهده كانت ارتفعت البطالة لحوالي 13.5. انت عندك حوالي 3.6 او 3.7 مليون عاطل وفق البيانات الرسمية. طبعا الرقم الحقيقي في تقديري ممكن يصل لأكثر من ضعف هذا الرقم بكثير. ايه الفقر ايضا ارتفع من 22%. ما انا كنت لسه هسأل عن الفقر. نعم اتفضل. تفنيطة الفقر احنا بناخد دايما ارقام مختلفة، يعني الامم المتحدة بتصدر ارقام مختلفة، المؤسسات الدولية بتصدر ارقام، الجهاز المركزي بيصدر ارقام، وبلاقي ارقام مختلفه في التقرير. هو انا اعتمد ايه؟ هو في نوعين من الفقر، في الفقر المدقع. أيوه. اللي هم مصنفينه اللي دخله في اليوم اقل الفرد اقل من دولار وربع. الفقر بالمعنى العام اقل من دولارين في اليوم. انا مره سمعت تعريف انه الفقر المدقع تماما نعم اللي عنده طقم هدوم واحد لو اضطر يغسله ما ينزلش، ما يقدرش يغيره، يعني ده نوع من التصنيفات اللي هي بتتكلم عن الممتلكات العينيه، لكن احنا هنا بناخد الدخل. وفي امور اخرى الفقر يتجاوز مجرد فقر الدخل، يعني ممكن حد يبقى عنده دولار وربع بس ما عندوش طرق محترمه، ما عندوش اتصالات، ما عندوش مياه نظيفه، ما عندوش يعني هو معدم من كل الجهات، وحتى لو عنده دولار وربع بيبقى في الحقيقه مش مشارك في خدمات اللي المفترض البلد دي او البلد ده بيقدمها لابنائه، وموجوده في اماكن اخرى لكن هو غير مشارك فيها. التعليم ايضا بيبقى المؤسسات التعليميه المفترض يمشي مسافه طويله او يضطر عشان يروح لها حاجات من هذا النوع. فده الفقر المدقع اللي هو دولار وربع. الحسابات كلها في الحقيقه بتقوم على انه يعني حجم الفقر في مصر مبني على ما يسمى تعادل القوى الشرائيه بين الجنيه والدولار، يعني بس فطالي بقى عشان قريتها وما فهمتهاش بصراحه، يعني مثلا الدولار بكام؟ الدولار بيجيب ايه والجنيه بيجيب ايه؟ بالضبط. الدولار كام دلوقتي؟ 7 جنيه سبعة مثلا جنيه. حوالين يعني بيزيد بيقل 7 جنيه دي او ده سعر الصرف القائم بنسميه سعر في الصرف السائد اللي هو محدد في بناء على العرض والطلب في سوق فيها تعويم للجنيه. سعر الصرف القائم على تعادل القوى الشرائيه ان هو الدولار لو فيها اعمل سله من السلع والخدمات، هشوف في السوق الامريكيه الدولار يشتري كام من السله دي؟ 2 او 3 او 1. كويس. هفترض انه بيشتري 3. والجنيه المصري في سوقه المصري بيشتري كام من السله دي؟ هلاقيه بيشتري واحدة، يبقى المفروض السعر التعادل يبقى الدولار يساوي 3 جنيه. لأنه بيشتري 3 عنده وهنا بيشتري واحدة، الجنيه بيشتري واحدة. يبقى الدولار بيساوي 3 سلال والجنيه المصري واحدة، الدولار يساوي 3 جنيه مصري. ده سعر التعادل. هم بيحسوا سعر التعادل طبعًا اللي هتشوفه من الناتج المحلي الإجمالي، الناتج المحلي الإجمالي المحسوب وفقًا لسعر الصرف ممكن يبقى 256 مليار دولار. الناتج المحلي الإجمالي المحسوب وفقا لتعادل القوى الشرائية ممكن يبقى أكتر من 500 مليار دولار. يعني الجنيه
الدولار مش بالسبعة جنيه، الدولار وفقا لتعادل القوى الشرائية يمكن يكون في حدود 2 جنيه ونص. فهنا هو بيحسب الاتنين جنيه ونص على انهم دولار. عندي ما يجي يحسب يحسبها على انه كل دولار 2 جنيه، بناء على تعادل القوى الشرائية. فهنا المشكلة في مسألة الفقر، بيتقلل جدا المعدل، لكن لو خدت البيانات الرسمية زي ما هي اللي هو يعني الفقراء فقر مطلق، اللي الحكومه دي او الرئاسه دي استلمتها وسلمتها بالضبط بناء على نفس البيانات اللي عندنا تحفظات عليها، هتلاقي كان 22% من السكان بقى 25%، التقديرات المستقله بتشير انه اكثر من 45% من السكان في تحت قبض في شرائح مختلفه، في شرائح مختلفه. يعني 45% دول ممكن تلاقي منهم 5 او 10% فقر مطقع تماما، تلاقي نسبة تانية فقر متوسط، تلاقي نسبة تانية يعني كده. نعم، يعني هو يعني وبتتشاف كالتالي. شوف العاملين في الجهاز الحكومي، أيوه، اللي هو الأدنى في مرتبات في مصر. والحاجة التانية الفلاحين اللي بيملكوا الفلاحين معدمين، الفلاحين اللي بيملكوا فدان فأقل، الفلاحين اللي بيملكوا فدانين فأقل، ويحسبها على معدل الإعالة عنده، هتلاقي إن الموضوع في الحقيقة يبقى عندي معدل فقر أعلى بكثير من معدلات المعلنة. هو الموضوع إيه سياسات مكافحة الفقر؟ أنا كان ممكن أقبل ألا تكون هناك نتائج إيجابية لدكتور محمد مرسي وحكومته، لأن الطبيعي في محاولة سعي لتصحيح السياسات دي. بالضبط، إذا سعى لتغيير السياسات إن بقى عنده سياسات بيحاولوا جديدة. فشل، بيحاولوا معرفش، بيحاولوا بيجرب حاجة تانية. بالضبط، يعني مثلا فيما يتعلق بالجزء الأولاني اللي حضرتك سألت فيه اللي هو البطالة. أي البطالة، إحنا بنتكلم عن رقم عالي، لكن ماذا فعلت الحكومة وكيف يمكن أن تغير الحكومة هذا الوضع وترفع معدل التشغيل وتقلل معدل البطالة؟ معدل البطالة في الحقيقة يعني له تأثيرات سياسية واجتماعية طبعا. فضلا عن التأثيرات الاقتصادية، إن الإنسان انت حرمته من إنه يكسب عيشه بكرامة بعمله، حطيته عاطل ثم عالى على أسرته فيقتسم معاه دخلها، وتفاجأ معاه في لحظة من اللحظات انتحاري زي النهاردة. بالضبط، لأن هم أكثر مجموعات أو فئات من السكان بيكونوا عرضة للعنف السياسي والجنائي هي العاطلة، مش لانهم شياطين، ولكن لانه في حاله من انه كفر بالمجتمع صحيح. وبالدوله اللي هي لم تمنحه الحق في كسب عيشه بكرامه من خلال فرصه للعمل. هقول بالنسبه للبطاله بيتم تشغيل العاطلين ازاي؟ من خلال استثمارات جديده. هتيجي تشوف معدل الاستثمار في الموازنه العامه للدوله، الدوله كانت حاطه في الموازنه 63.5 مليار جنيه للاستثمارات، استثمارات جديدة. ده يعادل قد ايه؟ دي من جوه ولا من بره؟ دي لا، الموازنة العامة دي الدولة. دي الدولة كمان يعني أي. الدولة مش حتى المجتمع كله. كويس. ف 63.5 معناها حوالي 3% من الناتج المحلي الإجمالي. الدولة قدوة مواطنيها، لما الدولة تستثمر 3% هفترض إن القطاع الخاص الكبير المتوسط التعاون هيعمل 3 مرات قدها. هيعمل 9 كمان. الثلاثة أخليها 4، هيعمل 12. وهي 3 يبقى انت بتتكلم عن 15%. 15% معدل الاستثمار في الدول الدخل المتوسط المنخفض اللي هي مصر دوله منها 37% من الناتج المحلي الاجمالي. انت كده ما قربتش، يتم اقتطاع يعني ولا لك علاقه بيه قريب نهائي. 37% 37% من الناتج المحلي الاجمالي يخصص لتمويل استثمارات جديده. الدوله قدوه مواطنيها وقدوه قطاعها الخاص، هي ادتهم قدوه في الحياه سيئه، وبالتالي لا نتوقع الا انه يبقى معدل استثمار متدني. هم كانوا مقدرين عاملين بقى خطه غير الموازنه، في حاجه اسمها الخطه، انه الاستثمارات هتبقى 300 مليار، يعني 14.6% من الناتج المحلي الاجمالي، مش واصله 15 كمان لسه. طيب يعني ازاي ممكن ترفع مستوى التشغيل وتكافح البطاله؟ احنا معروض هنا في التقرير انه في الحقيقه اولا الدوله بدل الإنفاق على الدعم لمن لا يستحقه للأثرياء والرأسمالية الكبيرة المحلية والأجنبية، خد اقتطع جزء منه وارفع استثمارك من 63.5 إلى 120 مليار كمان مرة. يعني الدعم الطاقة الموجه، الدعم الفقراء والطبقة الوسطى يبقى كما هو، يفضل زي ما هو طاقة وغير طاقة. أما دعم الطاقة الموجه للأثرياء وللطبقة الرأسمالية الكبيرة المحلية والأجنبية يؤخذ، ويؤخذ جزء منه، هو لو اتلغى هو عملاق يعني، يؤخذ جزء منه ويضاف او يتم من خلاله رفع الاستثمارات من 63.5 الى 120 مليار جنيه.
تمام. في هذه الحالة أنت بتتكلم عن حوالي 6% في هذه الحالة، يعني أقل قليلا يعني 5.9 أو حاجة من هذا من الناتج المحلي الإجمالي استثمار دولة. وفي نفس الوقت ده طبعا يعني حاليا، لكن ممكن هي الأمور تتطور فيما بعد. الأمر الثاني أن الجهاز المصرفي اللي بيقوم طول الوقت بشراء سندات وأذون الخزانة عليها أن يتوجه إلى تمويل استثمارات للقطاع الخاص الكبير المتوسط التعاوني الصغير. في الحالة دي أتوقع أن هو يقدر يضيف في حدود حتى حاطين كمية مش كبيرة بالمقارنة بحجم الودائع والأموال الموجودة لدى الجهاز المصرفي، اللي هو بدل ما بيمول استثمارات صناعية وزراعية بقى بيمول شراء سيارات وغيره من السلع المعمرة، وبيمول شراء سندات وأذون الخزانة من الحكومة، اللي هو الكتلة الأعظم من محفظة كل البنوك في مصر في الوقت الحالي. ففي الحالات دي يقدر يضيف حوالي 55 مليار استثمارات. تقدر تتوقع من المصريين العاملين في الخارج ومن الاكتتابات العامة لبناء مشروعات خاصة يملكها حملة الأسهم، شرط أنها تبقى مضمونة النجاح. يعني الدولة عشان تقدر أولا تحول البورصة المصرية لبورصة حقيقية مش بورصة مضاربة زي ما هي، يعني عندنا 1 من 100% اكتتابات، يعني مفيش تقريبا في تداول بس الحاجة موجودة بالضبط. وبالتالي بتحول البورصة من مسألة بورصة اكتتابات لإنشاء أو تأسيس مشروعات استثمارية جديدة إلى بورصة مضاربة لتداول أسهم شركات قائمة. يعني الورق عندك 10 ورقات عمالين يلفوا حوالينا بالضبط، ما بقوش 11 ولا 12 ولا 13 ولا 9، يعني بالزبط. هم بيلفوا حوالينا. والمشكلة ده أنه كمان بيخلي البورصة يعني يبقى فيها دورات من التحايل على صغار المستثمرين، وأنت لازم تتحرك. فاللي عنده القدرة على التحريك هو صناديق الاستثمار الكبيرة، وتغير أحجام مساهمة وخلاص، ولا تقدر ترفع أسعار بعض الأسهم وتحولها البالون ثم تفجره، وتكون في الوقت ده أنت بتبيع اللي هو عمل هذا البالون. وكان في بعض الشركات ببساطة يعني شركة تقول إنها تعمل سهم عشان تزود رأس مال الشركة عشان تعمل كأنه اكتتاب بس في شركة قائمة فعلا وتقسمه وبتاع، فيطلعه ب 125 جنيه مثلا أو ب 15 جنيه ويتولى بالتنسيق مع بعض شركات الأوراق المالية وبعض الإشاعات اللي تطلع وبعض اللي تتنشر في الصحف وغيره يخفضه يا حد ينهار أو بعدين يرجع يلمه تاني يشتري، ويستأذن الهيئة العامة لسوق المال إن هو مضطر يعني لشراء عشان دعم السهم وحاجات من هذا النوع فيشتريه، وبعد كده يظهر الوضع الحقيقي للشركة فيبدأ بعد كده يرتفع. يعني قواعد الشفافية في البورصة المصرية بالرغم من إنها لابد أن نقر إنها تحسنت عن ما قبل، أنا كنت لسه هسأل حضرتك كل ده ما اتغيرش يعني، لكن ما زالت حتى الآن إمكانيات التحايل، يعني في اكتتاب جديد في شركة من الشركات وأقرت من هيئة الرقابة، والشركة في الحقيقة يعني عندها مشكلة إن مرهونة، حاجة اسمها كده الشركة أساسا بتطرح وهي مرهونة. نعم، ومنشور عنها الحقيقة يعني بعض الصحف حتى نشرت ده. فالأمور في الحقيقة مسألة الضوابط في سوق المال في مصر محتاجة تشديد، لكن على أي الأحوال أنا بتكلم على اكتتاب الدولة بتعمله على مشروعات تكون مضمونة النجاح وتبقى الدولة تقوم بدور ضامن للاستثمار من أي مخاطر غير اقتصادية، وتختار للناس مشروعات واضحة من دراسات الجدوى إنها مربحة جدا. زي إيه؟ أنا بستورد أسمنت حوالي 3.5 مليون طن أسمنت، وممكن يكون زاد عن ده، وعندي في نفس الوقت يعني أكبر احتياطي يمكن في العالم أو تاني أكبر احتياطي في العالم في خامات الأسمنت الطفلة والحجر الكبير، والشركات عمالة تفكك مصانعها وتجيبها عندنا بالضبط. فليه ما أعملش اكتتاب للمواطنين يكسبوا من موارد الطبيعية بتاعت بلدهم؟ ولازم يجي الفرنسيين هم اللي يعملوه؟ ليه بقى؟ يعني هو بالضبط يعني اكيد حضرتك سالت السؤال ده لناس تانية مهمه وديها قرار اكتر مني. هقول لحضرتك سؤال في نفس السياق، عندنا واحده من افضل مواقع في العالم فيما يتعلق بالطاقه الشمسيه وطاقه الرياح، طاقه الرياح ودي كانت جزء على جزء على جزء يعني فيما اتصور او اتذكر كنت فاكر يعني حكايه الطاقه الشمسيه دي كانت بند موجود في حمله المرشح الدكتور محمد مرسي ولم يفعل اي شيء، رغم ان بالمناسبه مصر ممكن تتحول لاكبر مصدر في العالم للكهرباء. حضرت مؤتمر الاتحاد الاوروبي بيقول فيه احنا عايزين ناخد الشمس من عندكم بالضبط، لانك لو يعني ممكن تبقى المحطه الكهربائيه للسد العالي اللي كانت في وقت من الاوقات بتكفي 54% من احتياجات مصر، حاليا هي اقل من 10 في حدود 9.5 او حاجه من هذا النوع،
تبقى لا شيء. بس العقبه بتتقال انه لا والله انا محتاج استثمار كبير جدا وفلوس كتيره جدا عشان اخلي اللي حضراتكم بتقولوه ده ممكن. الحقيقه انه ده يعني مساله الاستخراج نفسه، عفوا التوليد نفسه، توليد الكهرباء من الطاقه الشمسيه اولا هيغذي صناعات كثيره جدا، بمعنى ان في صناعات كتير صناعه المرايا، الصناعات الخاصه بالمواسير الخاصه بها الستيم اللي بيسموها، المولدات الى اخره، ممكن تعملها في الداخل فتعمل اساس لنهضه صناعيه شامله. مشكله مصر ان توقفت عن التفكير في الصناعه اللي بنفضل نقرا كل شويه عليها، صناعات تكمليه عشان تعمل التكميليه بالضبط. مصر توقفت عن التفكير في الصناعه كاساس او كعماد رئيسي للاقتصاد من اكثر من ربع قرن، وصار عندنا فقط حتى الصناعات اللي يقول لك صناعات سيارات او غير مفك، دي مش صناعه، دي معموله اسمها صناعه للتهرب الضريبي، للتهرب الجمركي، اكثر من قرابه 4 مليارات جنيه جمارك المفترض تدفع عليهم، هم بيجيبوها اجزاء ويركبوها هنا، صناعات مفك. فهنا الحقيقه انا عايز صناعه حقيقيه داخل مصر لسيارات او لغير سيارات يعني. فالحقيقه انه مساله انه يبقى الطاقه الشمسيه، والجزء الثاني اللي كنت بقول لحضرتك عليه اللي هو الزعفرانه، ده واحد من افضل مواقع عالميا لمزارع الرياح. والتفكير ايه؟ انه نشوف اجانب يعملوه، طب الشعب ده احق بموارده، دي موارد طبيعيه زيها زي البترول، زيها زي الغاز، زيها زي الذهب، زيها زي كل المعادن الموجوده عندنا، دي تعمل اكتتاب لمواطنين يعملوا الشركه اللي مضمونه النجاح، ووزاره الكهرباء تشتري الكهرباء منهم. سؤال افتراضي وتعيد توزيعها عبر الشعب. سؤال افتراضي مبني على ارقام حقيقيه حضرتك بتتكلم عنها. هتصور كده لو الرئيس السابق محمد مرسي استلم في 30/6 اللي قبل اللي فات، كويس، وقال انا عايز احقق من اللي حضرتك بتقوله ده، كان يلزمه وقت قد ايه؟ في بعض الحاجات يعني هو لما قال برنامج ال 100 يوم بتاعه من اللحظه الاولى، ده كان برنامج في الحقيقه فيه درجه كتيره من عدم الدراسه، مش عايز اقول اي تعبيرات يعني، عدم الواقعيه نهائي. ليه؟ لان في حاجات تتغير بجره قلم وفي اشياء تاخذ وقت. الحاجات اللي تتغير بجره قلم يعني هتلاقي في دراسه هنا عن الطبقه العامله شريك الثوره المنسي. ايوه صحيح. الطبقة العاملة لم تحقق أهدافها وما زالت في اللي هما كانوا يسموها الإضرابات والاعتصامات الفئوية في محاولة لإهانتها. النهارده نعم. بنشوف إعادة يعني الناس مرة تانية ابتدت تخرج ومرة تانية ابتدت تطالب بكثير، حتى لأنه ما تغيرش شيء. ببساطة لو غيرت نظام الأجور بجرة ألم، وده يتغير بجرة ألم، حد أدنى يكفي الحياة كريمة، حد أقصى لا يستثنى منه بقانون ولا بأي شكل من الأشكال. حد اقصى بالنسبه للعاملين في لدى الدوله. طب مش ده حصل دلوقتي؟ المفروض انه يطبق من يناير؟ بيستثنى منه. حتى ال 42,000 يستثنى منه. حتى 42,000؟ نعم. جنيه. محطوط الاستثناء فيه. لكن الايجابي ان مشروع الدستور وضع الماده الخاصه بالاجور بلا استثناء في الحد الاقصى. انا هخلي ده، انا عايز افهمه منك، هخلي موضوع الدستور ده على جنب، عايز احط 2012 و2013 قدام بعض. دي بلا دي حط يعني ليه بس يعني. بس يعني احنا دلوقتي عندنا في الحكومي، نعم كويس، في الدراسه اللي حضرتك بتتكلم عنها، كويس، والمقارنه ما بين اوضاع العمال قبل الثوره وما بعدها، احنا عندنا 5,463,900 عامل في القطاع الحكومي. نعم. صح؟ هنوصل في اخر الاجمالي. نعم. بس القطاع الحكومي ده تقدر تغير حاله ازاي؟ ده طول الوقت كان بيتصدر لنا من قبل الثوره ولغايه النهارده على انه عيب. هو الحقيقة في حاجة لو تفكر نعم. الجمل والقفشات والمواقف المختلفة من حاجة و80 هو بداية التسعينات، هو في حاجة انه على انه ده عيب، في حاجة انه دوما يعني في مبالغة في مسألة تصل لحد تسفيه هذا القطاع كله وما يقوم به من اعمال. الحقيقة انه مثلا اذا قسمناه، لانه هو هنا حاطط القطاع الحكومي والقطاع العام. ايوه، وانا كنت عايز اعرف الفرق بينهم، مش عارف الفرق بينهم. القطاع الحكومي اللي هو عاملين في الجهاز اجهزه الدوله، والقطاع العام اللي هي الشركات الصناعيه او شركات القطاع العام المملوكه بالكامل للدوله، لكن مش حكومه. الحكومه اللي هو الاجهزه الحكوميه زي العاملين في وزاره التعليم، العاملين في وزاره الصحه، ده القطاع الحكومي. العاملين في مجمع التحرير، ده قطاع حكومي. ده قطاع حكومي. الموظفين في الوزارات يعني. الثاني العاملين في شركات واللي مقربين من المليون، اللي هم 762,000، 3/4 مليون بالضبط. هنا الجهاز الحكومي الموضوع دائما بنقول ان انتاجيه اي عامل او موظف 99% منها لا علاقه لها بالموظف،
مش مسؤوليته. وده اللي كان مكتوب في 2012 في دستور 2012، ربط الاداء، ربط الاجر بالاداء او ربط العمل بالانتاج. دي كارثه. ليه؟ لان انا لو جبت اتنين عمال، واحد شغال على اله من 2013 وواحد شغال على اله من سنه 80 والاثنين بيشتغلوا في قطاع واحد، المنسوجات او الملابس الجاهزه، والاله اللي بتاعت 2013 انتاجيتها قد الاله الثانيه 4 مرات او مرتين. لا وحتى لو نفس الاله، مش انا المسؤول عن البيع يعني. لو انا لا لو انا العامل اللي بعمل الجاكيت، مش انا المسؤول عن تسويقه. لا انا يعني في اخر انتاجيتهم، لا انتاجيتهم مالهاش علاقه بالتسويق، انتاجيتهم اللي هم انتجوه. كويس. فهنا اللي شغال على الاله بتاع 2013 بانتاجيته قد الثاني مرتين او ثلاثه حسب الاله، فمالوش علاقه. هو الامر الثاني نظام الثواب والعقاب اللي هو النظام الاداري، ده مسؤول عنه الاداره وليس مسؤول عنه العامل او الموظف. في نظام عقاب وثواب صارم تقدر تضمن الناس تأدي عملها. يعني طول الوقت ما تيجي تروح اي جهاز من اجهزه المدن، حتى في اكتوبر هنا او في اي جهاز من اجهزه المدن عموما، الموظف بيفطر فمعلش استنى شويه، ده راح يتوضى، ده بيصلي، ده معلش اصله في مكتب زميله، ده عبث لا علاقه له بعمل. ده مسؤوليه من يدير. من يدير؟ انت عندك ساعه، اذا عملك 6 ساعات يبقى 7، في ساعه راحه بتفطر وتصلي وتقابل اصحابك اللي عايز تقابلهم في الشغل، انما قبلهم 5 ساعات وبعدهم ساعه، في 6 ساعات هتشتغلهم زي الالف على مكتبك ما تنقلش من عليه. لو في نظام من هذا النوع هيبقى في الحقيقه انتاجيه تختلف كثيرا. اضافه لحاجه ثانيه، ان الناس بتشتغل لحد دلوقتي بالورق وبالقلم، مفيش يعني مفيش تحديث لهذا النظام. اضافه لحاجه ثانيه، ان كل حكومه عايزه تداعب الجمهور وعايزه تعمل بعض المكاسب الانتخابيه هنا او هناك، تحشر في الجهاز الاداري للدوله عدد من التعيينات. حضرتك كان كان مذكور هنا رقم كبير شويه، اكثر من 400,000 اعتقد. 453 453,000 تم تعيينه، تم تعيينه السنه اللي فاتت. ده في فترة حكومة الدكتور هشام قنديل تحت رئاسة وبتكليف من رئيس جمهورية السابق محمد مرسي. بالضبط. وجزء كبير منها كان الأهل والعشيرة. بتحصرها ازاي دي؟ ما هي دي صعب حشرها. صعب حصرها، لكن هو في جزء كانوا المؤقتين في الحقيقة تم بعض التعيينات، وفي مصر يعني فولكلور في الحقيقة ملوش علاقة بقيمة العمل. إن اللي يتعين في مؤسسة، حتى شوفها في المؤسسات الصحفية. تلاقي اللي بيتعين يبدأ يشوف حد يشتغل مساعد يعمل اللي كان هو بيعمله وهو يقعد، ويبقى بعد كده في ضغوط ان اللي جاي ده لازم يتعين فيتعين، فتتكرر نفس الحكايه. فتلاقي مثلا المجله الاسبوعيه او الجورنال الاسبوعي المعايير الدوليه انه حد الاقصى 15 صحفي، تلاقي عندنا بيصل يعني انا بقول على ارقام محدده احد يعني صحيفه من الصحف الاسبوعيه قوميه 93 صحفي. ما انت خلاص انت واصل معلش، ده واقع عليك تتعامل معاه لانه مش هتقدر تغيره. في فرق بقى بين ان انت مش هتقدر تغيره، بمعنى ده بقى ضروره اجتماعيه وسياسيه، ومفيش حد يملك الجراءه في تغيير اللي حضرتك بتقوله ده. هو انت مش هتفصل حد نهائي، ولا في عقل يفكر في حاجه من هذا النوع، لكن يوقف نهائيا التعيين في هذه الاجهزه الحكوميه واللي موجود يشتغل. وايضا انك تخلق فرص عمل للعاطلين، فرص حقيقيه في استثمارات جديده، سواء باستثمارات دوله او باكتتابات عامه لبناء مشروعات خاصه او استثمارات قطاع خاص كبير او متوسط او تعاون. مين المسؤول في تمويل الجهاز المصرفي؟ الحكومه انه يعمل اللي حضرتك بتقوله ده. رئيس الجمهوريه، رئيس الوزراء، لا وزير، ووزير ايه؟ في يعني عدد من الوزارات، يعني وزاره الماليه عليها انها تعمل مخصصات للرافد الاخر بقى لخلق فرص العمل، هو حضانه قوميه للمشروعات الصغيره. فتمول منين المشروعات الصغيره؟ انها بتعمل تمويل ميسر زي قرض الصندوق كده، مكان هيبقى فايده 1.1 لو كانوا خدوه وخصصوه لتمويل مشروعات صغيره كنت هقول لهم تعظيم سلام. لكن هم خدوا كل القروض اللي جت من الخليج، ودكتور مرسي خد القروض اللي جت من الخليج وغير الخليج عشان يمول عجز الموازنه، ودي ماساه قبله وبعده مستمره بهذه. هو طبعا ضرب الارقام القياسيه في الاقتراض الداخلي والخارجي. انا كنت عايز اسحرك على موضوع الاقتراض. نعم. احنا كنا بنتابع سفريات ومؤتمرات، وبعدين نسمع عن استثمارات ومبالغ. لو تفتكر حضرتك كان في حاجه السفريه للصين ومبالغ رهيبه كتبت على صفحات 5 مليارات 5 مليار دولار مشروعات فوريه وحاجات كده.
وبعدين حضرتك رحت كاتب مقال مره بتقول فيه انه لا ده احنا استدنا، ده احنا استدنا في سنه واحده باللي استدنا في سنين طويله فاتت. صحيح. ممكن تفهمني التناقض ازاي؟ يعني اولا كل ما تم الاتفاق عليه اللي لما راح الصين، لما يعني الجولات المختلفه اللي راح الحقيقه يعني كلها كانت تعهدات. تعهدات ده كلام. يعني الاستثمار هو بالفعل ما ياتي بالفعل، ما جاش حاجه، لانها كانت كلها مجرد الناس احنا ممكن نستثمر في حدود كذا لما يبقى في استقرار امني، لما يبقى في ايه، لما يبقى في إيه؟ عندهم اشتراطات يعني، وعندهم اشتراطات حقهم فيما يتعلق بحمايه راس ماله، فكلها كانت تعهدات. فلم ياتي شيء. اللي جه في الحياه كان منخفض للغايه، وما حصل عليه كان قروض، ويعني هو حصل بالضبط على اكثر من 10 مليارات مين دولار. مين اعلى المقرضين ليك في الفتره دي؟ كانت اماره خليجيه صغيره، قطر. نعم، هي الرقم واحد في جهة الإقراض. نعم. للحكومة المصرية 2012-2013 بالضبط. السنة المالية بالضبط. صح؟ بالضبط. يعني هو هي منها كان حوالي 7 مليارات منهم مليار كان منحة، و7 مليارات و6 مليارات كانوا قرض، وكان في قروض من، لكن كان ما كانش قروض بالمعنى الحرفي للقروض، لكن لأن جزء منها كان إيداعات عند البنك المركزي وتم إعادتها. اللي تم إنها إعادتها وقدمت إيداعات بديلة الكويت. كان بعد كده فيه البنك التنمية الإسلامي كان فيه اتفاق معاه على قرض كبير ب 2.5 مليار، لكن كل اللي تم استلامه منه كان في حدود مليار، أقل من مليار قليلا يعني. كان في اتفاق مع ليبيا على 2 مليار، وكانت في صفقة في الحقيقة مخزية إلى حد بعيد، اللي هي فكرة تبادل يعني لاجئين سياسيين في مصر مع القرض يعني، اللي هي مصر تعودت دائما إنها ما تعملوش إطلاقا إطلاقا يعني، فكره تجير من استجار بها يعني. ايه الـ يعني، فهو عوده بس، لان النقطه اللي احنا دخلنا منها على القروض كانت فكره الـ يعني الحضانه القوميه للمشروعات الصغيره. الدوله المفروض تدي القروض، احنا كنا قلنا قرض صندوق النقد الدولي كان ممكن تقدمه للناس بفايده زي ما واخدها بواحد واحد من عشره، تعمل مصاريف اداريه يبقى في حدود 1.5% مش اكتر من كده، وتديهم فترة سنة سماح زي ما هو مديها، أكتر من مديها 39 شهر فترة سماح. فهنا الحقيقة أنه كان ده ممكن يحول جزء كبير من العاطلين إلى مشتغلين، ويحول ورش مصر لورشة عمل، إضافة لأن الدولة نفسها أموال الصناديق الخاصة المجموعة بحكم السلطة السيادية للدولة، لأنه في صناديق خاصة بتاع أصحابها في مصر، لابد أن يتم ضخ هذه الاموال والرسوم الى وزاره الماليه، مش ينفعش محافظه تاخدها، ما ينفعش وزاره تاخدها لنفسها من بره الحكومه. يعني تلاقي مثلا وزاره الصحه تاخد لنفسها، وزاره الداخليه تاخد، ما ينفعش. يروح لوزاره الماليه، وزاره الماليه توزع حسب، عشان وزاره الماليه بتاخدها يعني هي مثلا يقول لك انا جاي لي، انا شفت الحكايه دي في مؤسسات كتير، يبقى هو جاي له قرض او جاي له منحه او جاي له مشروع، لو حوله لوزاره الماليه ما ياخدوش بكامله بكامل قيمته، وزاره الماليه تاخده تروح تدفع بيه شويه حاجات. يعني لو انا جاي على القروض، انا بتكلم مثلا يعني المحافظه بتجمع بحكم السلطه السياديه للدوله كويس. رسوم عن الغرامات والتشغيل والاشغال طريق ومش رسوم كتيره جدا، بترجعها كلها لوزاره الماليه؟ ما بترجعهاش، ما هي ما بترجعهاش، ما بتوديهاش لوزاره الماليه اصلا. والمخالفات في وزاره الداخليه وغيره، المفترض ان ده يروح لوزاره الماليه، وزاره الماليه تعطي لكل وزاره لانه بينفق منها عليه، مفهوم، الصناديق الخاصه رواتب أسطورية للبعض واحتفالات ومهرجانات لا داعي لها في دولة عايزة تعمل تنمية بجد. طيب أنا عندي سؤال عايز أسأله لحضرتك، نقارن ما بين دستور 2012 ودستور 2013، وحضرتك كنت كاتب مقال أنه مع تحفظاتك على كثير مما ظهر في الدستور المعدل، إلا أنك شايف فيه 7 نقاط مضيئة. نعم، أو أنا كنا عاملين بالمناسبة دراسة هنا في التقرير. طيب. هي قراءة للتعديلات 2012 و2000 والتعديلات اللي في 2013 اقترحتها لجنة النشاط الاقتصادي بالضبط. والحقيقة يعني انه في 7 نقاط، الأجور انه انهى فكرة الاستثناء من الحد الأقصى بالقانون. ده بقى يخلي القانون الصادر ده غير دستوري؟ هو ما صدرش قانون، ده قرارات حتى الآن. الكلام حوالين الحد الاقصى الحد الادنى 42000 حتى الان ده قرارات حكوميه وليس يعني هو ده لما يصدر في حاله الموافقه على الدستور ده يبقى يا اما تغيره في صوره قانون، مفيش استثناء من الحد الاقصى، يا اما ما تقدرش تطبقه بهذا الشكل بالضبط، مفيش استثناء من الحد الاقصى.
الحقيقة النقطة اللافتة يعني أو النقطة هي كانت في المادة الخاصة بالصحة. الإنفاق العام على الصحة 3%. على مدار أكثر من 35 سنة الإنفاق العام على الصحة في مصر حوالي 1.5 ل 1.6 لما بيرتفع جدا يبقى 1.8% من الناتج المحلي الإجمالي. هنا 3%. يعني في الموازنة بتاع دكتور مرسي اللي وعد انه هيبقى 5 انه هيرفع الموازنة العامة الموازنة الخاصة بقطاع الصحة ل 15% من الإنفاق العام، تعادل تقريبا حوالي 5% من الناتج وفقا لمتطلبات منظمة الصحة العالمية اللي هي 15%. عمل كام؟ عمل 1.6% من الناتج وأقل من 5% من الإنفاق بدل 15%. وكان كل النصوص تعمل مش تلتزم. بالضبط. في كل المخصصات تلتزم، ده نص اقوى تلتزم قتيل. ده انت ملتزم بيه يعني الرقم ده لازم توفي بالرقم ده. يعني لو الحكومه ده الحاليه حاول ينفع ما ينفعش بس مش ملتزم هي بيه. بتعد مشروع الموازنه حاليا لو عملت مشروع الموازنه والانفاق العام على الصحه في اقل من 3% واقر هذا الدستور اي حد هيطعن على دستوريه الموازنه هتترفض. لا ال 3% بتاعت الصحه ولا ال 4% بتاعت التعليم. التعليم 6 بقى، 4 للتعليم قبل الجامعي و2 للتعليم الجامعي الاثنين فبقوا 6%. احنا عندنا الصحه في الحقيقه المتوسط العالمي كام؟ 6.6. شوف احنا كنا 1.6، 6.6% من الناتج العالمي بيخصص للانفاق العام على الصحه. لكن في الدول اللي زينا 3%. لا الدول اللي زينا احنا زيها كده 3% اللي هي الدول الفقيره ودول الدخل المتوسط والمنخفض بتخصص 3%. فاحنا لما تخصص 4% ده يبقى كويس قوي. لا احنا عاملين 3% للصحه 3%. 3% صحه والتعليم 4%. التعليم احنا بنخصص ده رقم معتدل جدا اللي هو 4.2 يعني حوالي او يعني 6% بالضبط. تعليم عالي و4 تعليم عادي. بالضبط. ده بيعني ايه سواء في الصحه او في التعليم؟ انك هتقدم رواتب محترمه للجهاز الطبي والتمريضي والاداري والعمالي في قطاع الصحه. ده حضرتك بتعتبر ودي جمله ليها دلاله برضه، حضرتك بتعتبر انه ده تصحيح لموازنات مرسي مبارك. بالظبط. تصحيح يعني وضع اساس مبدئي ودستوري لا يمكن للمشرع انه يخالفه ولا يمكن للسلطه التنفيذيه او الحكومه ان هي تقدر تخالفه في موازنتها اللي هي بتقدمها. في في ظل الارقام دي اللي موجوده هنا والاداء ده تقدر اي حكومه انها توفر دي نقطه في غايه الاهميه بقى. لانه يعني عشان توفر الموارد دي لازم اصلح الدعم الفاسد اللي عندي. انا عندي دعم بيقدم لمن لا يستحقون. وبالمناسبه لو سالت اي حد من الاثرياء وقلت له ان انت تاخد الغاز بالسعر تكلفته مش هيقول لك لا، الكهرباء بسعر تكلفته مش هيقول لك لا، الشركات الرأسمالية العالمية والمحلية هم اللي ممكن يعني يقولوا لا. يقولوا لا أو في الحقيقة يعني انطلق عدد من اللي بيشتغلوا معاهم في الحقيقة في محاولة لمقاومة المواد الخاصة لأن دي لابد أنها ترتبط بحاجة تانية اللي هي إصلاح الدعم وإصلاح الضرائب. فهو النص الخاص بالضرائب اللي هو ضرائب متعددة الشرائح وتصاعدية. أيوه تصاعدية. ده كان جزء اللي انا عايز اسال حضرتك عنه، ما يتعلق بالضرائب لان دي كانت معركه. خليني هقول لحضرتك بس معركه كبيره قوي في خلال الدستور. في ناس شافت انه ما ينفعش خالص تشير ليها او تقول والله لا هو الدستور انت محتاج تكتب فيه. وعلينا ان احنا نذكر دكتور محمد غنيم قام بدور هائل ده صحيح في هذا الموضوع. ده صحيح. فخليني بس بالنسبه للتعليم والصحه ده بيعني ان المواطنين هيلاقي عدد من الاسره والحضانات والاجهزه والمعدات اللي تساعد على انه الرعايه الصحيه تبقى محترمه في التعليم، معامل واجهزه وغيره. فمش فقط رواتب لكن امكانيات بالنسبه لجوده الرعايه الصحيه والتعليميه. الماده المهمه جدا الخاص بالضريبه. الماده المهمه جدا برضو بشكل سريع اللي هي الانفاق على البحث العلمي كان 1.1% من الناتج المحلي الاجمالي. 1.1 صار في الدستور اجباري 1%. 1% دي يعني كام؟ يعني 20 مليار جنيه. حضرتك بتقول 1.1 من واحد جزء من 1%. بالضبط 1.1%. دلوقتي بقى 1% كام؟ 1% 10 امثال. انت بتتكلم عن قفزه عملاقه. عشان نجيب 1% دي تعتبر يعني حتى عملاقة. وليه بقت 1%؟ بالمناسبه انا عامل الكراسه عن الحقوق الاقتصاديه والاجتماعيه ففيها النسب دي اللي كان تصور انها تبقى الحد الادنى 3% وال1% هذه النسب او في الصحه في التعليم في البحث العلمي. ان الدول الفقيره ومتوسطه الدخل بتخصص 1.1، فاحنا على الاقل نبقى واحد يعني.
بس ده بيعني لو تم استخدام هذا المبلغ في تمويل الأبحاث العلمية والعلماء مش جهاز إداري يتضخم، يبقى هنقدر نعمل إنجاز عبقري علميا في الفترة القادمة، علما بأنه 60% من الزيادة في الإنتاجية العمل ورأس المال في العالم تأتي من التطويرات التقنية صحيح. أو التكنولوجية. المادة الخاصة بالضرائب في الحقيقة اللي هي إكرام مبدأ تعدد الشرائح الضريبية ده في وتصاعد المعدلات ده مسألة مهمة، لكن المادة كانت ناقصة لأنه لأن كنت حاضر المناقشات بشأنها، أنه كان لابد من النص على فرض الضرائب على الثروات الناضبة وعلى المكاسب الرأسمالية، لأنه لا يجوز أن حضرتك بتشتغل فيقتطع أو تقتطع الضرائب من المنبع قبل ما تاخد مرتبك، في حين أنه الرأسمالي بحكم ملكيته بيملك أسهم في شركات أرباحها معفاة من الضرائب. وأنا مش هتكلم عن الرأسمالي المصري، الأجنبي وبيملكوا أكتر من نص الأسهم المدرجة في البورصة المصرية بيجي جايب مثلا 100 مليون دولار، 100 دولار هفترض، وال 100 دولار كسبت 20 دولار عشان يطلعها بره مصر بيحول، هي بتبقى بقى بالجنيه بيتداول هنا بالجنيه، بيحولها لما يجيب يحول 100 دولار لجنيهات ويبدأ التداول، كسب عايز يطلعها بره مصر يروح واخد من السوق بتاعي دولارات يطلعها بره، لا دفع ضرائب على الربح ولا دفع ضرائب على تحويل الاموال من جوه لبره، ده عبث مطلق. يعني بينزح من الرصيد الدولاري وبينزح ايضا اموال كل التاثيرات الثانيه من الدخل، انه يزود عليك انه سعر الدولار يزيد انه يحصل ازمه، يعني كل التاثيرات المضاعفات وما عملش استثمار جديد، ده كلها عمليات مضاربه. فهنا كان مهم جدا فكره الضرائب على المكاسب الراسماليه والضرائب على الثروات الناضبه زي النفط والغاز، ده الجزء اللي ما حصلش. ما حصلش، لكن اللي حصل النص مبدئيا على فكرة التعدد في الشرائح وتصاعد المعدلات. كنت أحب برضو أن يتقال أن المتوسط الشريحة العليا يبقى زي المتوسط العالمي، لأن المتوسط العالمي كام؟ 35% 35% الشريحة العليا من الضريبة 35%، أنا عندي 25%. والناس يقول أصل دي هتطفش الاستثمار، أكبر جاذب للاستثمارات في العالم الصين، 45% على اللي دخله 172 ألف دولار فيما فوق، لأهمية السوق كمان. هو وأنا مش سوق صغير، أنت يعني أنا سمعتها من أحد برضو الناس المهتمة بالمجال ده، أنه أنت صين الشرق الأوسط. بالضبط، أنا سوق مش صغير. الحاجة تركيا 35%، تايلاند 37%، وعلى الشركات بتبقى في حدود 30 و35، وفي بعض البلدان واصلة في الشركات لـ40. لكن أنا كان المفروض يبقى النص على أنه يبقى أتوافق مع المتوسط العالمي للشريحة العليا للضرائب، وأيضا إعفاء الفقراء من الضريبة، لأنه الضريبة الحالية المطبقة أنه 12 ألف جنيه في السنة يطبق عليه الضريبة فيما فوق، بيعني اللي هياخد 1000 جنيه هيدفع ضرائب، اللي هياخد 1000 جنيه في الشهر هيدفع ضرائب، يعني كل بما أنك هترفع اللي أنت الأجر ل 1200 الأجر أصلا يبقى كله هيدفع ضرائب، يبقى لا تعفي الفقراء من الضريبة. تدي الدستور المعدل 2013 كم من 10 اقتصاديا؟ على طول كده جريد، عايز 2 من 10، 5 من 10، 10 من 10، 6 من 10، تدي له كام؟ يعني هو الحقيقه انه ممكن ياخد 6.5، انا هصوت له نعم لانه الفارق بينه وبين الدستور الماضي كاسح. ده تدي له 6.5 من 10 2012 اقتصاديا؟ 2 من 10؟ 2، لا في الضريبة ولا في الصحة ولا في التعليم، طب عايز ايه؟ ولا في الأجور، طب دي العناصر الأساسية. في مواد بقى خاصة بمسألة الزراعة مثلا، يبقى في حد أقصى للملكية وملكية الأراضي القاصرة على المصريين، لا ده فيه ولا ده فيه. دكتور أحمد النجار، شكر لمساعدينك الشباب من خلالك ومن خلال وجودك. أنا بشكر حضرتك على ذكرهم، يا أستاذ حسين سليمان وأستاذة هند مهيار الشرباجي، والاثنين في الحقيقة أتمنى أو إن بالفعل ياخدوا فرصتهم كاملة، وأنا بعمل على إنه لأنه أنا بحب إن يبقى في جيل جديد في الحقيقة يحمل مسؤولية التقرير وكل شيء في مصر. يعني نشكر حضرتك، شكرا جزيلا على وجودك معنا النهارده في الحلقة. شكرا. بعد الفاصل، ماذا يفعل السفير المسؤول عن، هو مقرر لجنة الحفاظ على المسار الديمقراطي في الحكومة، دايما أقدمه على أنه روائي
دايما اتكلم معاه عن بوابه الخروج، ودايما اقول انه ده بيبقى شيء جميل ان احنا نتكلم عليه. وفي مناقشاتنا الخاصه بقول له ما تحاول تنزل طبعه جديده بشويه تفاصيل مختلفه عن اللي احنا بنشوفه خلال الايام دي، ولكن الحوار في اللحظه اللي جايه حوار سياسي وليس حوار ادبي او روائي. سفير عز الدين شكري في الحال يوم بعد الفاصل.